أنا اسمي الدكتور شريف الجمال، أنا مصري جنسية، أخدت البكالوريوس من كلية العلوم جامعة القاهرة في الفيزيكس، وبعدين سافرت عملت ماجستير ودكتوراه في بلجيكا وفرنسا، وبعدين عملت بوست دكتور في البارتيكل فيزيكس في فرنسا، وكنت بشتغل على تحليل الداتا اللي بتطلع من السي ام اس اكسبيرمنت الموجودة في سيرن. وسيرنا هي المعمل الأوروبي للأبحاث النووية، وموجود في البوردرز ما بين فرنسا وسويسرا، فيري نير، من قريب قوي من جنيف. واحنا هناك بنعمل أبحاث علشان نعرف طبيعة اليونيفيرس اللي احنا عايشين فيه، وازاي الاليمنتري بارتيكلز الموجودة بقى عندها اكواير ماس. وبعد كده رجعت لمصر والتحقت بالسنتر للفيزياء النظرية الموجود في مدينة زويلي للعلوم والتكنولوجيا، اللي هي تعتبر أمل كبير للنهوض بمصر على المستوى العلمي والتكنولوجي في الفترة الجاية. وزي ما دكتور زويل بيقول، من خلال 5 سنين لازم المجتمع المصري يبتدي يحس بقيمة الإنتاج العلمي والتكنولوجي. حاجة تانية، أنا بحب أشكر الجامعة الأمريكية والمتمثلة في منظمة الطلبة في الجامعة الأمريكية، واللي هم ادوني شرف الدعوة لأن ألقي محاضرة عن الديسكفري اللي لقيناه في سيرن، عن نيو جيش بوزونز اللي هو الهيجز اللي كل الناس بتتكلم عنه في الفترة الحالية. ودي مكنتني ان انا اتواصل اكتر مع مجموعة كبيرة من الساينتيفيك كوميونيتي الموجودة في مصر، سواء كانوا دكتورز او بروفيسورز اللي حضروا السيمينار. وكمان انا كنت سعيد جدا بان انا لقيت مجموعة من الطلبة المصريين في تخصصات مختلفة، وهم انترستد بالنوع ده من الابحاث، وده يدي هوب في الفترة الجاية ان البحث العلمي في مصر فعلا هيتطور بالشباب دول، وممكن مصر تتنقل من دولة في العالم الثالث إلى دولة من دول العالم الأول. وأنا بواجه شكري مرة تانية للأيوسي وكل العاملين فيها واللي استضافوني وكرم بستي. المدينة بتاعتنا بتتكون من شقين، شق معاهد بحثية، في الوقت الحالي احنا عندنا 4 معاهد بحثية، وديزاين في المستقبل يبقى عندنا 13 معهد بحثي في كل فروع العلم والتكنولوجيا. فعندنا مثلا انستيتيوت او معهد بحثي للابحاث الفيزياء النظريه، وبندرس فيها الفيزيكس اللي بتحكم الكون اللي احنا عايشين فيه، اللي بتحكم كمان ازاي الماده اتكونت، وازاي في حاجه اسمها الماده المضاده، وازاي ان احنا ممكن نستخدم التكنولوجي دي بتاع الماده والماده المضاده، ان لما بيتقابلوا مع بعض بيعملوا انهيليشن لعلاج امراض مستعصيه زي الكانسر وزي مشاكل كتيره موجوده في المجتمع المصري. في نفس الوقت بنعمل تحليل للداتا اللي بتنتج من التجارب الموجوده في سيرن، بحيث ان احنا نحط مصر على قدم وساق مع باقي الدول المتميزه في اوروبا وامريكا اللي هي بتشتغل في النوع ده من العلوم. والنوع ده من العلوم لما بتتطور كمان التكنولوجيات، يعني احنا ممكن في المستقبل، وده هوب كبير لجامعه زويل، وان احنا نساهم في الابجريدنج بتاع الديتكتورز الموجوده في سيرن، وده هيتم عن طريق معاهد بحثيه كتيره موجوده اوريدي في سيرن، موجوده في جامعه زويل، زي معهد النانو تكنولوجي والسوبر كوندكتيفيتي، وده هيساعد كتير في تطوير الابحاث بتاع المايكرو بروسيسورز. وزي ما احنا عارفين ان في ابحاث نان تكنولوجي بتساهم برضو في علاج الامراض زي الكانسر عن طريق اللي هي الشرائح الذهبيه اللي كل الناس بتتكلم عنها في الوقت الحالي. جامعه زويل ليها كمان شق تعليمي. الجامعه من اهدافها هو ان احنا نجمع الطلبه المتميزين المصريين، سواء جايين من المدارس المصريه في الثانويه العامه او الامريكان سكولز او البريتش دبلوما، او حتى اللي عايزين يحولوا من الجامعات الثانيه وعايزين يلتحقوا بجامعه زويل. والهدف ان احنا نختار مجموعه متميزه جدا من الطلبه دي، ان احنا نعلمها تعليم على مستوى عالي،
على ايدين بروفيسورز مصريين اتعلموا بره مصر واتعلموا جوه مصر ولكنهم على مستوى متميز عالي جدا، بحيث نرتقي بالمستوى التعليمي للطلبة المصريين ويبقوا نواة بعد كده انهم يساهموا في المراكز البحثية اللي هتبقى موجودة في مدينة زويل. وبكده هنوقف ما يسمى بالنوليدج ترانسفير او المايند ترانسفير من مصر لأوروبا وأمريكا، وده هيعود بالفايدة الكبيرة جدا على مصر في الفترة الجاية.